السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع اسمه فيد نوز. الموقع ده فيه إمكانيات كتيرة جدا، فيه حاجات بفلوس وحاجات مجانية. فيه إن أنت مثلا تعمل تبديل للوجه في الفيديو، يعني عندك فيديو وتروح مغير الوجه. ممكن مثلا تحط صورة روبوت أو تحط صورة مثلا شخصية تاريخية أو كرتونية زي ما أنت عايز. ممكن تديله تكست يعمل لك لفيديو، ممكن يحول لك الصورة لفيديو، تديله صورة ثابتة هو إن هو يبدأ يحركها لك. ممكن يحسن لك جودة الفيديو، ممكن يخلي الصورة تتحرك أو يعمل لك ترجمة للفيديو أو يكتب لك سكريبت أو يدبلجه أو تسجل من خلاله الشاشة. في حاجات خاصة بالصور وحاجات خاصة بالصوت. طيب هتشوف مع بعض الفيديو بالذكاء الاصطناعي ده، أكتر حاجة عجبتني يعني. فهنقول له إحنا عايزين نعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي في ثواني. هنبدأ نديله الشخصية ونديله التكست ويبدأ هو يعمل لنا الفيديو. طيب خلينا نقول له انشاء فيديو اهوت. فهو موفر لنا قوالب، يعني الحاجات دي جاهزة. مثلا نختار بريكنج نيوز او نختار دوت. عبارة عن ايه؟ ان انت هتديله التكست اللي هو عايزه ويبدأ ان هو يتكلم بالكلام اللي انت عايزه مع الخلفية اللي موجودة. طبعا ممكن تختار اي شخصية من دول، زي ما انت شايف اغلبهم ببلاش، لكن ممكن انت تلاقي حاجة مكتوب عليها برو، ده عشان الغطرة مخليانه بفلوس. فنبدأ مثلا نختار الشخصية دي. في Welcome to this video news template. في واحدة كان ولادها مضايقينها، الكلام ده حقيقي، شفت الفيديو دوت. فراحت عاملة فيديو بالشكل دوت، تمام، كأن النشرة الأخبارية بتقول إن عندنا اتنين أولاد ما بيسمعوش الكلام وما بيرتبوش الحاجات، وراحت مشغلاها كأنها في التلفزيون، هي حاجة متسجلة. فالعيال اترعبوا وقاموا على طول ينظفوا الشقه وحاجه زي كده. فدي ممكن تقنع ناس كتيره، انت مجرد هتدي له التكست وهتلاقي الشخصيه تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. الكلام اللي انت تقوله او هتكتبه هو هيبقى موجود. طبعا انت بتختار انهي لغه اللي انت عايزها. ممكن ترفع ملف صوت، تمام، لما تخلص هتقول له انشاء، ماشي. ممكن تبدا تكتب له الكلام هنا، هو هيبدا ياخد الكلام دوت، تمام، ويبدا يخلي حركه الشفايف مع الجسم يقول نفس الكلام دوت. او نعمل محادثه بحيث يبقى في اكتر من شخصين بيتكلموا، هو ضاف لي حتى الاثنين همت. هكتب هنا هيقول ايه وده هيقول ايه. مثلا ده هيقول ويلكم ونرتب الوقت اللي بينهم عشان تبقى المحادثه معقوله، ما يبقوش هما الاثنين متدخلين مع بعض، ماشي. وبعد كده تقدر تدخل شخصيه تانية وثالثه ورابعه، يعني دي اول كلام ده تاني كلام وهكذا. لو عندك ملف موجود تقدر ترفع ملف صوت او تسجل بصوتك، ماشي، ونفعل فكره الترجمه، يبقى الترجمه موجوده للكلام اللي احنا بنقوله، او تلغيها لو انت حاسس انه هيرخي مع الحاجه. طيب الافاتار ده ممكن نعمل له سيلكت ونعدل فيه، يعني ليك ان انت تحطه هنا، ليك ان انت تعمل له ريبليس زي ما انت عايز، ماشي. ممكن تقول له انا عايز راس دائري بس هو اللي بيظهر، لا نص الجسم، لا راس مربع، لا صوت فقط. فتقدر تتحكم في كل حاجه للشخصيه اللي انت عايزها، تمام. او ممكن نقول له افاتار ونختار شخص تاني، مثلا عندنا شخصيات كتيره فنبدأ نختار افاتار معين، ده جراح مثلا، خلي الشخص اللي لابس بدلة دوت هو اللي ايه الشخصية بتاعتنا. افاتار طبعا كان في عرب كتير موجودين يعني، بس انا مش فاكر اسمهم ايه، لكن ممكن نختار مثلا طيب خلينا نكتب كده عرب. حسب بقى ايه الشخصيات اللي موجودة. طيب خلينا نختار اي شخصية مفيش مشكلة. طبعا في ناس واقفة ناس قاعدة زي ما انت عايز، وليكن مثلا الشخص ده، تمام. فبدأ هو يظبط لي كل حاجة ونقول له ايه شغل. طبعا نقدر نضيف صوت، نضيف موسيقى، نضيف فيديو، نضيف ملصق،
اول مره بياخد وقت عشان تسنوا. ويلكم تو ذيس فيديو نوز تمبلت كرييت فيديو ستوري بوت باك نوز. هيبدا بقى يدرس حركه الشفايف لكل واحد فيهم لما نقول له بقى ايه اعمل لنا معاينه وانشاء. ويلكم تو ذيس فيديو نوز تمبلت كرييت فيديو ستوري بوت باك. تمام، فممكن بعد ما نخلص نقول له انشاء، يبدا بقى يدرس حركه الشفايف مع الكلام مع الوقت نفسه، فيبدا يعمل لنا حاجه تكون كويسه ونبدا ان احنا نحملها. وزي ما انت شايف القوالب كتيره جدا، تقدر تختار اي قالب. نجرب. ويلكم تو ذيس فيديو نوز تمبلت كرييت فيديو ستوري بوت باك نوز. في فيديو ستارتس هير اد يور شانلز لو كوان امبروف في ايدنتيتي اوف يور شانل. فزي ما انت شايف عمل حركه للشفايف، فدي حاجه جميله جدا. تقدر تعمل تحميل ال 720 ده مجاني، لو 1080 ده لازم تكون فيه اشتراك. فاتمنى تجربوه ان شاء الله يعجبكم باذن الله. وفي خدمات تانية كتيرة، بس اعتقد ده اكتر حاجة مميزة او نقدر نتكلم عنها النهاردة ان شاء الله.